لا الحين لحظة لا 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 سؤال يعني الآن إيش الفرق بين اللي أنت قاعد تسويه هو اللي قاعد تسويه؟ إحنا عنا لعبة لعبناها وفائز وخسران ايه؟ والفائز عنده المقادير المفتوحة في المطبخ كله. الفائز عنده المقادير مقادير مفتوحة. مفتوحة في مقادير أساسية للأكل اللي بنعملها وفي مقادير زيادة. فالفائز مين الفائز فيكم؟ أنا الفائز. واضح أنت لأنه عندك أشياء كثير. عندي أشياء كثير. لا وعنده كمان لسه أشياء وراء تاني فطر. ذكرتني بدنا نشوي الفطر. كمان نشوي الفطر على الخفيف كمان. ولكن ولكن نعم. الحق يقال نعم. الطبخ مش بكثرة المقادير بحسن التدبير. فنشوف عاد نشوف مين فينا اللي حيكتشفه لاحقا. هذا ما سنكتشفه لاحقا. عبد الرحمن ايش بتسوي؟ انا الان جالس اسوي باستا ريبياتا اللي هي بالصوص الاحمر. واو صوص الطماطم. ايوه باستا سهله فيها تكنيك لازم علشان افوز على باسل وهو عنده مكونات اضافيه. حوريكم ايش حسوي الان ستكتشفونه الان. اسمح اقول عشان لا ينسخ التكنيك. طيب الحين في نقطه مهمه. الباستا اللي هي باستا ايطاليه فاني ارابياتا. اوكي وفكرتها اتوقع في ايش اصل لكلمه ارابياتا او ايش زي هيك لها اصل بتفسيرها بالايطالي انك عصبي. ليش عصبي؟ لانك تيجي بتحرق. فلما تيجي بتحرق هيك الواحد يصير دمه حامي شوي. فكيف انت والفلفل؟ هذا من كيسيبيديا؟ لا لا هذا فعلا هذا واقع. لا لا هذا واقع والله. هذا هي احنا نحسب ارابياتا يعني عربيه يعني. لا 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 ارابياتا يعني معصب. هذيك القهوه الارابيكا هذيك من نعم. اوكي نعم صحيح. فايش دخل العصبيه في هذه؟ لانه الواحد باكل فلفل فبصير دمه حامي. فانت كيف الفلفل؟ شوف هاي المقدمه كلها. انا ما اكل لا ما اكل فلفل. انا ما بتاكل فلفل ابدا. لا لا ولا شويه ولا حتى بس والله لو اقلب هنا يا شيخ حساسيه. حساسيه حساسيه خلاص والله كويس قلنا معناها. اذا حاب تمقلبني حط لي فلفل. لا 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 احنا حابينك تاكل معانا. ليش الطماطم احسك قطعتها كثير كبيره شوي؟ كبيره صح صح. بس عندي وقت. ما عليك عندي اموري كويس ان شاء الله. اموري كويس بدون نظاره. شوف كيف يا رجل انت. انا احس ان انت تشتغل بمزاج بأناقة. انا نفسي اعرف عبد الرحمن شو بيعمل للضيوف. ولا شيء عندي فضول اعرف عبد الرحمن رجل شو بيعمل مع الضيوف هيك في حب. رجل تحسه واثق من الشيء اللي قاعد يسويه. انت حسك قاعد تفتي والله. تفتر اجل هذه تحطها على محمد اني قاعد بفتي صراحه. بدي طيب احكي لك شغله وسوي لي فيها. اقول لك شغله انت لما يعطوك نص في مشهد حلو كثير انت بتستمتع فيه او في دور حلو. هل انت بتطبق النص 100% ولا لا بتعيش الدور لدرجه انه خلص انت صرت جوا هذا الدور فبتادي الدور زي ما انت شايف؟ نعم على فكرة أنت أعظم واحد يسوي مخارج لنفسه. يسلك. مش أول واحد يقول لي إياها. بس حنشوف بالنهاية إيش اللي حيصير. فهمت قصدي؟ نعم. أنا بحب إني أتصرف. بس ترى يعني المويه هنا نشفت ما في عندك مويه أبدا. لا خلص خلصنا من هناك أصلا. وأنت المويه هنا عندك. خلصنا من هناك. ترى قاعد يغش.